عرفت الجامعة السعودية الإلكترونية من خلال أحد الزملاء، أرسل لي اللينك للجامعة التقديم، فمن خلالها تعرفت على الجامعة أكثر وأكثر وقرأت عنها. كانت جامعة حديثة فما كنت أعرف عنها المعلومات الكثيرة. لما دخلت على موقع الجامعة حصلت موقع كان يعني يوضح أمور كثيرة لتخص الطالب، ولكن كان يخفى علي معنى يمكن التعليم المدمج، أو هل هو نفس التعليم عن بعد اللي احنا نعرفه من الجامعات السعودية الثانية، أو كيف نمط الجامعة راح يكون كتعليم. كان التقديم جدا سهل الحمد لله، واللقاء التعريفي بعد القبول كان شجعني أكثر وأكثر للدخول في هذه الجامعة. كعقبات تسجيل المواد ما كان في عقبات في السنة الأولى، لكن في السنوات الثانية كان يمكن التأخير يسبب يعني يكون عدد كبير من الطلاب في شعبة واحدة. لكن بالأخير أنا كنت يعني دائما أمور التسجيل تمر بشكل جميل وبشكل طبيعي الحمد لله. فيها ميزة أنا شفتها أنها تسمع من الطلاب، يعني في تفاعل حتى لو كان في تأخير، في تأخير من التجاوب من إدارات الكلية العمادات الكليات، ولكن بالأخير أنا دائما أثق أني راح تنحل مشكلتي اللي واجهها في من خلال دراستي اللي مضت. العقبات كانت أنه الواحد لما يكون منقطع عن دراسة المدة كبيرة فيلتحق مرة ثانية في دراسة في نظام يعني جديد علي أنا كطالب، وأتوقع جميع الطلاب كان جديد عليهم، اللي هو التعليم المدمج، وأنه أنت تكون أنت نفسك المحور، لو أنت اللي تبحث عن معلومة خلال 4 سنوات اللي مضت. الصبر على واجبات، الصبر على مشقة السفر، تعلمت منها أنه لغة الإنجليزية تطورت أكثر عن قبل. صرت أقدم أي برزنتيشن حتى في مجال عملي بشكل سهل وعلمي. عودتني الجامعة من نقطة البحث العلمي، كانوا دائما يركزون على البحث العلمي، أي بحث يكون وفق النطاق النظام الأكاديمي اللي معمول فيه أكبر الجامعات في العالم. فأنا يعني كأنها تعد الطالب للدراسات العليا، يعني كأنها تعود الطلاب على طرق البحث العلمي. وأنصح الطلاب المستجدين أنه يصبروا على النظام الجديد في الجامعة. يمكن تكون صدمة في البداية، أو أن الواحد يقول جامعة صعبة. أكيد أن الجامعة ما هي بسهلة، ولكن ليست مستحيلة. الجامعة أنا أشوفها للمتميزين، يعني حتى طرق التدريس، المواد، الاختبارات، البحوث التي تطلبها الجامعة، الواجبات، طرق الواجبات جديدة على الطالب. فيجب أنه يكون صبور، ويجب أنه يتحدى نفسه ولا ينصدم من أول شيء يجي إحباط ويترك الجامعة. لا، أنا أنصحه أن يعيش التحدي هذا، لأن الجامعة السعودية الإلكترونية بالأخير إذا تخرجت منها أنت تكون فخور أنك تخرج هذه الجامعة. لو عاد بي الزمان راح أختار الجامعة السعودية الإلكترونية بكل صراحة، لأن أنا كانت لي فرص أني أدرس بجامعات كثيرة، لكن أنا ما حسيت أنه أنا الفائدة المرجوة إلا من جامعة السعودية الإلكترونية.